أيوب 42، فكرة إن الألم مرتبط قوي بكلمة تاني اسمها المعرفة. يعني إيه؟ هتكتشفوا إن الألم أو التجربة ليها دور كبير قوي في تعديل أو تظبيط معرفتك بحاجات كتير قوي. هقرا بس كلمتين من أيوب 42 واشرح لكم الفكرة اللي أنا عاوز أقول. يقول أجاب يا أيوب الرب، ده فاينالي كده، ده آخر إصحاح، فقال: قد علمت، خلي بالكم من علمت دي، قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر، فمن ذا الذي يخفي القضاء أو يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكني قد نطقت بما لم أفهم، نطقت بما لم أفهم بعجائب فوقي لم أعرفها. شوفوا كلمة أعرفها وعلمت وأفهم، خلي بالكم اللي أنا عاوز أوصل. اسمع الآن، ده بيكلم ربنا، فدلوقتي أيوب بيكلم ربنا: اسمع الآن يا رب وأنا أتكلم، أسألك فتعلمني، بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني، لذلك أرفض. أرفض، أرفض إيه؟ وأندم في التراب والرماد. الجانب الوحيد اللي عاوز أركز عليه النهاردة، الألم بيخليك تعرف حاجات جديدة أو تعرف أمور لأول مرة تعرف، أو تكتشف اكتشافات لأول مرة تفهم، أو اللي أنت فاكر أنك فهمه وعارفه تكتشف أنك ما كنتش فاهم حاجة، أو اللي كنت عارف أنك فهمه يطلع كله ما كانش مطرح، ما كانش صح. وهي يمكن دي كلمة لذلك أرفض. أرفض إيه؟ طبعا مش بيرفض ربنا، لا، أرفض إيه؟ أرفض معرفتي القديمة، أرفض رأيي بتاع زمان، أرفض دماغي، أرفض فهمي، أرفض رؤيتي القديمة. أنا دلوقتي يا رب أشوف حاجة جديدة، أنا بعد التجربة الدنيا كلها بالنسبة لي اتغيرت. إذن التجربة أو الألم ليها دور كبير قوي في نمو المعرفة. وإحنا بنتكلم في معرفة روحية مش معلومات عامة، معلومات تطلع من الكتب، إنما المعرفة الروحية الألم بالنسبة لها مدرسة، تجربة مدرسة في المعرفة الروحية. هديكوا كذا عنوان كده بس فكروا فيه: التجربة وعلاقتها بمعرفة الله نفسه، التجربة وعلاقتها بمعرفة الإنسان نفسه، إنسان عن نفسه، تجربة وعلاقتها بمعرفة اللي حواليك الناس، تجربة وعلاقتها بمعرفة الدنيا، الدنيا يعني الحياة الأرضية، التجربة وعلاقتها بمعرفة الرسالة. خمس نقط اهو بكروا فيهم، بس هقول دقايق في أول نقطة. تجربة وعلاقتها بمعرفة الله. قبل التجربة يجوز أنت فاهم ربنا بطريقة وحافظه بطريقة، إنما لما بتدخل في التجربة والألم بتشوف ربنا كأنك أول مرة تعرفه. ده اللي قاله أيوب، قال له أنا كأني كنت بسمع عنك، مع أن في أول إصحاح من أيوب اتقال عليه إيه؟ اتقال عليه أنه كامل وبار ومحدش زيه، إنما تصوروا هذا الكامل لما يجي يقول أنا كأني كنت بسمع عن ربنا معلومات، أنا المرة دي بشوفه لأول مرة. إذن التجربة بتخليك تدوق ربنا بمذاق جديد، بتقول له يا رب كل اللي فات كوم واليومين دول كوم تاني، أنا حاسس إن أنا بتعرف عليك جديد، أنت طلعت مثلا أطيب جدا مما كنت أعتقد، أنا كنت عارف إنك طيب، بس اللي أنا شفته عاوز أقول لك إنك طلعتك أطيب كتير قوي من اللي أنا أتخيله، طلعت أحكم جدا من عقلي، طلعت أقرب جدا مما كنت أتوقع، طلعت، هو طبعا طلعت دي مش ربنا اللي اتغير،
أنا اللي ابتديت أشوفه. التجربة جماعة عارفين زي إيه؟ زي واحد تكون نظره ضعيف قوي وعمالين يركبوا له، أنتوا عارفين دكاترة العيون يقعدوا إيه؟ يركبوا له عدسات لغاية ما يقولوا له ها شايف ولا مش شايف؟ كل تجربة تشد كل ما العدسة إيه؟ تبقى إيه؟ سميكة شوية. فابتدى النظر يبان أكتر. فاكرين الراجل اللي قال أبصر الناس كأشجارا يمشون؟ لما حط إيديه على عينيه في الأول ما خفش مرة واحدة ليه؟ كان عاوز ينقله حتة حتة. أول لما يشوف المسيح كده وجماله كان عاوز ياخده حتة بحتة. ففي الأول قال له شايف إيه؟ قال له يعني ابتديت أشوف بس الناس زي الشجر، يعني الدنيا كلها شبه بعض، خيالات كده. فأحيانا تكون لسه معرفتنا بربنا خيالات أو معلومات. ده في واحد ممكن يكون قبل التجربة فكروا في اللي أقوله ده، ربنا بالنسبة له فكرة. بعد التجربة يحس الأول مرة إن ربنا شخص. تاني الحتة دي، ربنا عند ناس كتير قوي فكرة، فكرة فكرة نظري. إنما بعد التجربة بحس إن في شخص، شخص يتحب ويعاشر وتتكلم معاه ويرد عليك وتحبه ويحبك، تحكي معاه وتصاحبه، يحس بيك وطبطب عليك. إنما ممكن تكون قبل التجربة لسه ربنا حتى ما بقاش شخص في ذهنك، بقى معلومة قريت عنه في كتاب، سمعت عنه في وعظة، بيقولوا في ناس بتحبه وبتسيب الدنيا وتطلع الصحراء عشانه. وانت تبقى ويجي واحد يقول لك ايه، انا عارف الناس دي مجانين ولا ايه؟ ما هم مش هم اللي مجانين لمؤاخذه، بس هم عارفينه بطريقه تانية. انت لسه فاكره فكره، انما هو مش فكره، هو شخص. اللي ينقل النقله دي احيانا ما تجيش بالخبرات العاديه، تبقى محتاجه تجربه. عشان كده سمعت عنك ورأتك عيناي كأنه تحول من علاقة نظري أو من علاقة سطحية أو من معلومات عن ربنا إلى خبرة شخصية، إلى عشرة، إلى إحساس مختلف خالص عن زمان. الصلاة هتختلف، قراية الإنجيل هيختلف، نظرتك للدنيا كلها تختلف، نظرتك لنفسك تختلف، نظرتك للناس تختلف، نظرتك للحياة والموت تختلف. كل ده ممكن يختلف، وكل ده مدرسة التجربة، مدرسة الألم تعمل ده كله. ففكروا معايا الأول، يا ترى التجربة بتعرفنا ربنا إزاي؟ كل اللي اجتازوا في تجارب ده اللي قاله أيوب ده بشكل أو بآخر، كل اللي اجتازوا تجارب يقول لك قبل التجربة شكل وبعد التجربة شكل. ده إذا التجربة كان ليها بعد، إنما ساعات يعني تكمل معاهم للسماء. لكن كتير ما الواحد يسمع كده، التجارب دي أشكال وألوان، إن كانت أمراض أو انتقال حد قريب أو مشاكل أو سجن أو ضيقة أو فقر، أو كل دي أنواع من التجارب. إنما كلها بتقوم بالدور ده، بتزود معرفتك بالله أو بتصلح معرفتك عن الله. في واحد بيعتبر ان ربنا قاعد في السماء بعيد وسايب البشر يخبطوا في بعض ومش فاضي للامور الصغيره، يكتشف في التجربه ان ربنا معاه في ادق الامور وفي اصغر التفاصيل، يحس بيه، يقول له رب لاول مره اشوفك في اصغر التفاصيل. انا كنت فاكرك مش فاضي للحاجات دي، كنت فاكرك بتاع الحاجات الكبيره، يعني لقيتك كأن ما وراكش غيري، قاعد بتفكر معايا في كل صغيرة وكبيرة ومعايا ايدك بايدي في كل حاجة. هتعرف ان ربنا في التجربة حنين جدا بالرغم من قسوة التجربة. يعني قد ما بتكون التجربة قاسية فعلا زي ايوب، مفيش حد تجرب زيه، انما لازم هتقول بلسانك في يوم انما ربنا ده طلع طيب طيبة. زي يقولها واحد اتعصر في تجربة وتزل في تجربة، دي حكمة ربنا.
ان القسوة دي الشديدة دي كلها مش طبع في ربنا خالص، ده هي اللزوم بس تصليح المنظر، العملية عاوزة كده، لازم فيها وجع، بس هي دي اللي هتظبط لك حاجات كتير قوي. وطبعا خلي بالكم ان الخلاص مرتبط بالمعرفة، يعني في آية بتقول ايه، هلك شعبي بسبب عدم المعرفة. فكونك لسه مش عارف ربنا كويس انت خلاصك مهدد، ممكن تكون لسه رجلك مش في السماء قوي، انما التجربة هتصلح لك معرفتك بربنا، معنى كده ان قربت خلاصك، يعني ظبطت اتجاهك على السماء، صلحت الحتة الغلط اللي في حياتك او ظبطت المسار، فبقيت ماشي كده ستريت على الملكوت. لكن بدون التجربة يمكن عمال تلف في الدنيا وتروح وتزوج وتطلع وتدخل، وربنا يستر يا ترى هتوصل ولا مش هتوصل. اول ما نلاقيك اتزنقت في تجربة يبقى بإذن الله هتوصل خلاص، كده نقول ايه شكله اتظبطت خلاص، كده الحكاية ايه ماشية كويس، لانه كده واضح انه الطريق اتظبط. واحد زي موسى النبي، موسى النبي قعد 40 سنة في عز، بالرغم انه مش متربي في بيت ابوه وامه، انما في عز بيعامل معاملة الامراء، وبعدين الدنيا باظت منه فجأة، تصرف تصرف قتل فيه واحد، بقى مطلوب القبض عليه، الدنيا لخبطت خالص، بقى طريد، طلع صحراء، بقى راعي اغنام، نزل من امير لراعي بهدلة، ولا هيشوف امه ولا هيشوف الفرعون تاني ولا هيشوف القصر تاني، وزل للصحراء بقى. تجربة تجربة. وبعد ما كان يعني متوقع من نفسه انه يبقى ملك او فرعون او امير لليهود حتى او مخلص للعبرانيين، كل الامال دي انتهت وتزل، وبقى مسجون في سينا، ما مطلعش من سينا، مقدرش يقرب من مصر. وطالت التجربة 40 سنة، انما لما ربنا جه كلمه وقال له انا اله ابراهيم، كان اول مره يشوفه بعينه، وكان بالنسبه له نقله، تجربه طويله دي ظبطت اتجاهاته، بقى شايف ربنا اوضح، بقى بيتكلم بثقه بعد كده، بقى ينزل لفرعون يقول له ربنا بعتني، ربنا بيقول لك اطلق شعبي، منتهى الثقه. ما كانش ممكن يعمل الكلام ده من 40 سنه ابدا، لانه ما كانش شايف ربنا. ده لو وقف قدام فرعون من 40 سنة وقال له ربنا بيقول، يقول له ربنا مين؟ يقول له مش عارف، ماما قالت لي ربنا، مش عارف. لكن دلوقتي لا، مش ماما بقى اللي قالت، أنا شفته في العليقة، وأطلق شعبي وأحسن لك، يعني إما كنتش هتطلق شعبي أنت الخسران. ويقول له معرفش ربنا بتاعك، يقول له هتعرفه، منتهى الثقة. ويطلع بس يشاور لربنا، تلاقي الدنيا مصر ضلمت كلها، او ضربة برد او ضربة دم، او ويرجع يقول له ها عرفت ولا لسه، يقول له لسه، يقول له تعرف. انما موسى عارف، عارف بيتكلم عن مين، انتهى الثقة. لما الشعب اليهودي كله اتخض وترعب وقال موسى طلعنا يموتنا عند البحر، كان ايه لزوم يمشي ورا الراجل ده اللي جاي لنا من سينا مش عارفين اوله من اخره؟ قال لهم قفوا وانظروا، خلاص الرب مش هيسيبنا، انا متاكد، انا متاكد. جبت منين متاكد يعني؟ تعرف منين ان احنا مش هنموت دلوقتي؟ ايه الحجه اللي هتقولها لنص مليون نسمه او 2 مليون نسمه لما نعد الستات والعيال، وهم اليهود الفراعنه طالعين بغل عشان ينتقموا لاولادهم؟ قال لهم انا متاكد. عرفت منين؟ لا انا عرفت 40 سنه تجربة، شمس وحر وبرد ووحدة وغلب، إنما عملوا اللازم، خلوني أعرف أنا بتكلم عن مين. لما بولس الرسول في آخر حياته يقول إيه؟ لأني عالم بمن آمنت، عالم بمن آمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. جبت منين دي؟ قال ما أنا أقول لكم بقى، اتضربت ياما ومت بالمرات وشوكة في الجسد وملاك الشيطان ليلطمني وجتتي مش خالصة، حامل في جسدي سمات الرب يسوع، تجارب ما بطلتش،
فعمال عشرين يقول بتجارب أصابتني بمكائد اليهود. ففي آخر حياته يقول لتيموساوس يقول له أنا عالم بمن آمنت. دي ما تتقالش في أول حياته. دي جاء في الآخر بعد الرحلة الطويلة دي. بعد التجارب الطويلة دي يقول له أنا دلوقتي عارف أنا بتكلم عن مين. أنا عالم بمن آمنت. دي ما يعرفش يقولها غير اللي عرك العركة بتاعت أيوب دي وتزل الذل بتاعه وتخانق ووقع وقام وصوت وصرخ ورفصه. معلش كل ده مطلوب، كل ده لغاية ما تقول لأني عالم بمن آمنت. واحد زي يعقوب أبو الآباء، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كان يعرف ربنا عن طريق أبو جد. أبو جده ناس أتقياء جدا، وياما حكوله إبراهيم، حكاله عن ربنا اللي شافه بعينيه، وحكاله عن أبو إسحاق ده إزاي كان خلاص بينه وبين الموت شعرة، وهو مسك له السكينة وربنا مسك إيده وقال له لا اوعى. وحكايات يعقوب يسمع حكايات إنها ما شافش، وعشان كده فضل إيه شقي، طفل شقي وشاب شقي وكذب وملوعة وطمع وغش، لأنه بيسمع عن ربنا حكايات. أبونا إبراهيم بيحكي له، إسحاق أبوه بيحكي له، والغيرة بتاكل قلبه بينه وبين عيسو، لغاية ما جاء اليوم اللي الدنيا ضلمت والنكد دخل البيت ده، والأخين وقعوا في بعض وعيسو هيموته ولازم يسيب البيت، وهو عمره مسافر وهيمشي في صحراء. الصحراء دي ما كانش حد يعديها، سفر التثنية يقول لك الصحراء دي اللي يدخل فيها ما يطلعش. وراح لخاله ومش عارف السكة، حاجة تجربة بقى. وفي التجربة يشوف المسيح لأول مرة في حلم، نزل له على السلم كده بيقول له إيه أنا هكون معاك لأول مرة، الآن رأتك عيناي. ويبتدي يتغير، يبتدي يقول يا إله إبراهيم يا إله إسحاق، يبتدي يصلي. ما كانش بيعرف يصلي، يجوز كان بيصلي لأنه جده بيقول صل، بس هو شغل كده يعني ايه عشان جده ما يزعلش. المرة دي لا، انا شفته وكلمني وكلمته، والموضوع بيرسونال بقى. وبعدين ينسى تاني وينام في الخط تاني، بدل السنة سنين ويرجع للقم تاني ولبان والغنم والستات والعيال. وتيجي تجربة اصعب، وهو راجع عيسو طالع يموته، 400 راجل معاه وطار قديم بقيت. وبعدين يسهر يقول له يا إله أبائي يا إله إبراهيم يا إله إسحاق، أنت فين؟ أنا عاوزك وعاوز أشوفك، مش هقبل يكلموني عنك في الليلة دي، الليلة دي لازم أشوفك بعناية زي الليلة اللي من 20 سنة. يجي له المسيح يقول له أنا جيت لك أهو، يقول له مش هسيبك، لن أطلقك لن أتركك حتى تباركني. تجربة خليته يشوف، وبرضه لسه الشوف ايه ضعيف، العدسة مش مظبوطة، فيرجع يعدي الأزمة دي ينام تاني في الخط شوية. وربنا يقول معلش تجارب كتير، وتموت رحيل ويموت يوسف، أو يتهيأ له إن يوسف مات، وهنا بقى تبقى أصعب تجربة عليه، لأن يوسف ده ابنه المحبوب، ابنه المحبوب، كل العيال كوم ويوسف ده كوم. ويفضل بقى سنين يبكي وعينيه تروح، انما وهي عينيه بتروح عينيه الروحيه بتفتح. سيدي يعقوب يشوف اللي ما كانش راضي يشوفه بقاله 100 سنة، تتكشف عن عينيه حاجات ما كانش راضي يشوفها، الى انه يسمع انه يوسف حي. وهنا يبتدي يشوف بقى مش بس يوسف، بيشوف اللي هيحصل في الدنيا كلها، بيشوف خطة ربنا الواسعة، بيشوف خطة الخلاص، بيشوف الفداء. ما تقروا النبوات اللي قالها يعقوب في آخر حياته وهو على سرير الموت، تلاقوا راجل كاشف الزمن كله، وحي الرجل المفتوح العينين. مفتوح العينين ازاي وانت عينيك ما بتشوفش؟ قال لا أنا دلوقتي بقيت أشوف، دلوقتي بس رأتك عيناي بعد التجارب دي، بعد الهدة دي، بعد ما قلت لفرعون قليلة ورديا سنو حياتي ولم تبلغ لحياة أبائي.
دلوقتي بس بقيت أشوف ربنا بطريقة تانية، عارف ربنا كويس ومنتظر خلاص، ويهوذا اللي هيجيب منه المسيح، ويوسف ربنا هيكافئ مكافأة ما فيش حد زيها بسبب جهاده، إنما شمعون هيحصل له وفلان هيحصل له ودان ده يمكن يطلع منه الدجال إيه ده كله ده؟ شفت ده كله إزاي؟ عرفت ده كله إزاي؟ قال التجارب، تجارب سوتني على الجنبين، كنت كذاب في أول حياتي يعني كذبوا علي لما هروني، لكن دلوقتي الآن رأتك عيناي كويس أوي اللي حصل، لأنه من غيره ما كنت شفت. دلوقتي عندي رصيد من الرؤى والخبرات والتعزيات، ليه؟ لأن اتجربت. فكل واحد في الكتاب وفي الحياة مش ممكن يقرب من ربنا قوي إلا لما يكون في القصة صليب، تجربة هي الصليب. ما كانش فيه صليب يبقى أنت مش هتعرف تشوف كويس، الصليب هو اللي بيظبط العينين، بيفتح العينين، يخلي ربنا أقرب وأوضح كتير ليك. المرة اللي فاتت كنا ابتدينا نتكلم عن التجربة وعلاقتها بالمعرفة، قلنا انه التجارب بتخلينا نعرف ربنا بشكل اعمق او بنشوفه بشكل اوضح، وخدنا الآية بتاعت ايوب 42 بسمع الاذن سمعت عنك والان رأتك عيني، وشفنا ازاي ان الواحد قبل التجربة ربنا بالنسبة له حاجة وبعد التجربة ربنا حاجة تانية، وأحيانا يكون ما بيعرفوش كويس يعرفه أو يعرفه بطريقة ويكتشف إن في حاجات كتيرة ما كانش فاهمها وعارفها. الحاجة بقى التانية إن التجربة مش بس بتخلي الواحد يعرف ربنا، بتخلي الواحد يعرف نفسه. التجربة بتكشف للواحد عن نفسه. أحيانا بدون تجارب الواحد يتهيأ له حاجات كتير عن نفسه، يتهيأ له إن هو قوي، يتهيأ له إن هو ناجح، يتهيأ له إن هو محبوب أو أحسن من اللي حواليه أو يقدر على حاجات كتير. التجربة بتكشف للإنسان عن عجزه وضعفه ومحدوديته وخطاياه وحاجات كتير أوي. هديكم شوية أمثلة. أيوب كان يرى في نفسه أنه بار، كان عارف ربنا وكان عارف نفسه ومعتبر نفسه بار، وده موجود في الكتاب المقدس. يعني هتلاحظوا أيوب 32 يقول عدد 2 فحمى غضب أليه بن برخائيل البوزي من عشيرة رام على أيوب، حمى غضبه لأنه حسب نفسه أبر من الله. يعني أيوب وصل في داخله إلى إحساس أنه أحسن من ربنا. طبعا هو مش فاهم حاجة كده أو مش عارف نفسه، وطبعا كمان حمى غضبه على أصحابه لأنهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا أيوب. يبقى نقطة مهمة ان الواحد التجربة بتخليه يفوق. وفي عدد في اصحاح 35 اجاب اليه وقال اتحسب هذا حقا؟ قلت انا ابر من الله؟ ده الشاب بقول لكم اللي جه في الاخر وعاتب كل الناس، عاتب ايوب وعاتب اصحابه وقال لهم انا مش لاقي حد بيكلم صح. لا ايوب بيكلم صح ولا انتوا بتتكلموا صح. فهنا تلاحظوا ان التجربة فوقت ايوب، خليته يعرف ان هو مجرد انسان مهما كان بيقدم ذبايح وماشي كويس، انما هو مجرد تراب، وانه مهما كان مليان غلط مليان خطية جواه. عشان كده اخر صح يقول ارفض واندم في التراب، اعترف انه خاطئ واعترف انه ضعيف. وربنا بالتجربة كشف له عن بر ذاتي ومستخبي جواه يكفي يمكن لهلاكه، بالرغم انه بيقدم ذبايح وبيصلي وبيمشي بعيد عن الغلط وعفيف في حياته، انما في حاجات غلط كتير. التجربة داست على ايوب لدرجة طلع حاجات من جواه كانت مستخبية
يعني وسط كلامه مرة يقول ايه، انا كنت استكثر اخلي ابائهم مع كلاب غنمي. ده بيكلم على الناس اللي بيسخروا منه دلوقتي، بيقول دول ابائهم، انا ما كنتش اقبل يشتغلوا مع كلاب غنمي. طب واضح ان في كبرياء طبعا، واضح ان في احساس بالعظمه. فلما اتريقوا عليه الناس قال ده دول ما يستاهلوش يبقوا خدامين عندي. الله، طب ده انت جواك مشاعر ملخبطه بقى، ما كانش شايفها قبل التجربه. ساعات الواحد يتهيأ له انه صبور، وبعدين تيجي التجربه طلعت مش صبور ولا حاجه. ساعات واحد يتهيأ له انه حكيم، وتيجي التجربه يلاقي نفسه عمال يلطش كده مش عارف يعمل حاجه، طلع مش حكيم. ساعات واحد يقول انا ما بخصمش حد ابدا، مهما الناس عملت فيا انا فيا فضيله طبيعيه ان قلبي مفتوح لكل الناس، وتيجي تجربه تلاقي نفسه مش عارف يحب اللي حواليه، ومتغاظ وبيكره وبيشيل وبيحقد. أتاري التجربة لما بتيجي بتكشف لك عن حاجات مستخبية جواك لازم تنضف، وإلا الحاجات دي زي الصديد في جسمك ممكن توديك جهنم أنت مش شايف. من رحمة ربنا أنه يجيب لنا تجارب تعصرنا كده، ومع العصير ده يطلع بقى إيه لخبطة كانت مستخبية. فزي ما التجربة بتكشف لنا عن ربنا، بتورينا ربنا الطيب الحكيم الأب الحنين اللي عاوز يوصلنا السماء بأي طريقة، اللي كل حاجة بتتحرك بحساب جدا لخلاص نفوسنا، بتكشف لنا عن ذواتنا وعن عيوبنا وعن أخطائنا اللي ممكن الواحد ما يكونش شايفها خالص. واحد زي بولس الرسول، بولس يعني زي الفل من بعد توبته، يعني بقى ماشي حلو قوي وماشي حسب إرادة الله ومن مجد إلى مجد. بعدين جات له شوكة في الجسد، ملاك الله ليلطمه، وبعدين ربنا قال له انت لسه مش فاهم، انا مش هشيل الشوكة. ليه يا رب مش هتشيل الشوكة بس، احنا بنشفي كل الناس؟ قال له معلش، اصل انت مش واخد بالك من حاجة عاوزك تاخد بالك منها. انت يا بولس ضعيف، دي انت مش شايفها. قال له انا ضعيف؟ انا يا رب ضعيف؟ ده انا بلف اوروبا كلها، ده انا بعمل معجزات بقصد وبدون قصد. قال له حبيبي انت ضعيف، وعاوز افهمك تكفيك نعمتي لان قوتي ايه في الضعف تكمل. قال له اللي انت مش فاهم انك ضعيف، او انت نسيت انك ضعيف، او انت تهيأ لك انك انت مش ضعيف، انا عاوز اثبت لك انك ضعيف. ان باب النجار مخلع، روح اعمل معجزات للناس كلها بس انت هيجروك كده لانك مش عارف تشوف حاجة، نظرك تعبان ومش هتخف وهتفضل ضعيف وهشتغل بيك وانت ضعيف. عشان كده قال أصر بالضعفات، قال خلاص فهمت، وبقيت كل ما الاقي نفسي ضعيف اقول اهو ضعيفة يا رب فهمتها، صدقني بالضعفات والضيقات والضرورات والاضطهادات. انا ما انا، هي انا ما انا دي ما جاتش بالسهل، كانت انا هي انا في الاول، انما ما اتكسرتش غير بالتجربة. نشوكة الجسد بقت انا ما انا، اطلع انا ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة. واحد زي داود النبي، داود النبي لما كانت في حياته تجارب وشاول بيجري وراه ومن حتة لحتة يهرب وخايف من شاول، كان منكسر. ومرة يقول لشاول وراء من خرج ملك إسرائيل، وراء كلب ميت، وراء برغوت واحد، كان اتكسر قوي في التجربة. عارفين لما التجربة اتشالت وقعد على العرش وبقت كل حاجة هادية، بقى يعمل حاجات لا يمكن كان يعملها وهو في التجربة. بقى يشتهي امرأة قريبه وبقى ياخدها منه، وبعدين يتآمر لقتل بس شبع. فين حكاية الكلب الميت والبرغوث الواحد؟ هو بيقول في نفسه ايه، أنا ملك، أنا من حقي أخد أي زوجة، ومن حقي أعمل وأسوي. من حقك أنت، من حقك. أما الوقت التجربة كنت بتقول كلب ميت وبرغوث واحد ليه؟ انت نسيت ولا ايه؟ جات التجارب بعد كده ورا بعض، بعد حكايه بس شبع، ابنه الاولاني مات، وبعدين امنون مات، وبعدين ابشالوم مات، وبعد تجارب ورا بعض. ربنا كانه قال له ايه، باين عليك مش وش عز، خليك في التجارب لغايه ما توصل. ارجع تاني لحكايه كلب ميت دي،
كنت ساعتها ماشي كويس، لما من ساعة ما عدت على العرش ومبقاش في تجارب، وقعت في زنا وقعت في قتل واخبطت الدنيا. لا لا، خليك في التجربة، هي التجارب اللي تخليك تعيط لغاية ما تدخل السماء. يعقوب أبو الآباء بدون التجارب تلاقي قلبه جامد وحامي، ويدخل في لبان شمال ويقول له أنا كنت عملت فيك إيه عشان تعمل فيا كده، ويدافع عن حقه وياخد ويدي. ربنا عمال يبص يقول إيه الحكاية، يعقوب ده مش هيتعلم ولا إيه؟ لا بقى، ندخله في تجربة عشان يفوق، عشان يفهم. يوم يبعت له مرسال فيه 400 جايين مع عيسو يقابلوك، ده تجربة. عيسو ناويلك، هيموتك أنت والعيال. ساعتها يقول إيه؟ صغير أنا يا رب. صغير؟ كانت فين أخويا من أول امبارح؟ قدام لبان كنت كبير وكنت وطايح في الناس ويوم ما لبان بيقول لك بس سرقت مني الآلهة بتاعتي، قعدت تحلف وتلعن وتدافع عن حقك وتقول له طب فتش، طب أنا، وطلعت مراتك مخبية الوثن وأنت بس عامل فيها قديس. إنما لما جت حكاية عيسو دي، صغير أنا يا رب عن جميع ألطافك وعن كل الأمانة التي صنعت مع عبدك، أنا بعصيت يا رب. يعقوب الغلبان بتاع زمان، توك ما افتكرت يعقوب الغلبان، أنت نسيت أصلك، نسيته. التجربة تفكرك أنك أنت يعقوب الغلبان، مش يعقوب صاحب الغنم والحشم والعيال لا. سليمان في أول حياته كان في تجربة من نوع معين، أنه داخل على مسؤولية ضخمة جدا، أكبر مملكة في التاريخ في القرن العاشر قبل الميلاد، أكبر مملكة، مملكة اليهود. أبوه سايب له مملكة ضخمة ومسؤولية ضخمة، هيبتدي يبني الهيكل، محضر له كل استعدادات يبني الهيكل، تحفة فنية مش موجود زيها في العالم في التاريخ وقتها. فقال له ربنا صغير، كأنه في تجربة، أنا ما أعرفش أسوق شعب زي كده، ده شعب زي النمل، أعمل إيه؟ ويسهر للصبح ويقدم ذبايح ويقول له رب اديني حكمة، يجي له المسيح ويقول له هدي لك حكمة حبيبي، أنت كده تمام، بدل بتقول أنا صغير وما أعرفش أميز، خد حكمة ما خدهاش حد، ويكتب الأمثال ويكتب النشيد ويكتب، وبعد شوية يقعد رجل على رجل على العرش ويقول هو في إيه حكمة في الدنيا مش عندي؟ في ايه عند الناس مش عندي؟ وبعدين ايه؟ يقع في الكبرياء، اصل التجارب وقفت خلاص بقى قدها وقدود، تجي له ملكة سبأ تقول له اللي انا سمعته عنك ما يجيش حاجة جنب اللي شفته، هو يتنفخ وينبسط، ما عادش في تجارب. ولما اتنفخ وانبسط وقع في عبادة اوثان وكاد يهلك، بقى يتجوز ستات الامم ويسوقوه على عبادة الاوثان، يبخر للاوثان وكاد يهلك، لولا ما عجز وكركب وسنانه وقعت ونظره راح وكتب سفر الجامعة وقال أخطيت يا رب، أنا جاهل وباطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. وفاق تاني ورجع لما اتكسر. التجربة بتعرف الإنسان ضعفه، بتكشف للإنسان عن عجزه، ساعتها يحط كل ثقته في ربنا. إنما بدون التجارب تلاقي الناس بتغلط بسهولة، وأكثر خطية يغلطوا فيها بدون التجربة هي العظمة، تعظم المعيشة أو الكبرياء. هو في واحد يبقى بيتوجع وبيتلوى من الوجع، يقعد يفكر هياكل إيه؟ خلاص. ولا يقعد يفكر الناس بتقول عليه إيه؟ وده وقته. أتاري الألم بيفوقه من أمراض روحية كثيرة. واحد زي اللص اليمين، أو اللص اليمين ده حياته كلها بالطول والعرض كلها خطية، إنما وقت صليبه قد تكون أصعب تجربة في حياته. إنما وقت صليبه الراجل ده قال حكمة ما قالهاش حد، رد على اللص التاني وقال له إيه؟ نحن بعدل جوزينا. يا سلام، طب ده أنت ما قلتش طول حياتك الكلمة دي، كنت تسرق هنا وتنهب هنا وتكسر هنا وتموت هنا وعمرك ما حسيت إنك غلطان. قال لا، لما قرست واتصلبت وبموت انا بصراحه بعترف ان انا استاهل كل اللي جرالي. ودي كانت بدايه خلاصه. بدون الصليب كان اللص اليمين هلك، مش كده؟ كان كمل حرام لاخر حياته، افرض مات موته طبيعيه كان راح جهنم. انما لما اتذل على الصليب
اعترف وقال نحن بعدل جزينا، انا استاهل اللي جرالي، لكن هذا ما فعل، وشاور على المسيح كده بعينيه، اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. التجربه خليته يفوق ويعرف نفسه ويعرف انه يستاهل الموت ويستاهل العقاب، اللي ما كانش راضي يقول كده عن نفسه. يبقى الواحد فينا التجربه بتكشف له عن ضعفاته، المرض بيكشف له ان هو مش كويس ولا حاجه، مش كويس. يجوز الواحد هو قاعد كده بيسمع وعظه يقول عارفين لو جت اضطهاد ده انا اول واحد اقف في طابور الشهداء، وبعدين بس يجي واحد يطلع عينيه في الشغل عشان مسيحي تلاقيه متقدر ومخنوق ومتضايق وبيشكي للناس كلها. طابور شهداء ايه يا عم؟ اذا كان واحد ضايقك بس في شغلك عملتها قصه، وانت فاكر طابور الشهداء ده كان سهل كده؟ اهي بس تجربه صغيره، شويه تنغيص في شغلك لقيت نفسك مش قدها ولا حاجه. هم الشهداء دول كانوا صغيرين، دول كانوا جبابره، العمر كله والحياه كلها ملهاش ثمن عندهم، انما انت كرامتك ليها ثمن والفلوس ليها ثمن والمركز له ثمن وحاجات كتيره لسه، حاجات كتيره لسه عاوزه تتشال انت ما كنتش شايفها. تجربه فرجتك ان نفسك ثمينه عندك، وان حاجات كتيره لسه ثمينه عندك مع الطلاق، انما من غير التجربه يتهيأ لك انك حاجه. ياما مشاكل، ساعات واحد يسمع وعظ عن محبه الاعداء ويقول يا سلام الكلام جميل، الحمد لله ما عندناش اعداء، فين الاعداء عشان نحبهم؟ وبعدين ربنا يستجيب فايه يجيب له واحد من الاعداء يصنفره، يبقى بيصرخ وبيصوت يا رب اعمل فيه وسوي. يا عم مش هو ده اللي قلناه؟ احنا قلنا هنحبه وهنحتمله وهنصبر وهنصلي له. اصلي له ايه؟ ده انا عاوز يروح جهنم. الله، وانت كنت بتسمع الوعظة ومبسوط، ما كانش فيه تجربة، ما كانش فيه امتحان. فزي التلميذ الخيبان يبص للصفحة كده يقول انا حفظتها، حفظتها ايه بس؟ استنى لما نشوف الامتحان هتعمل فيه ايه. الامتحان هيفحصك، هيكشف لك مستواك، هيعرفك ان كنت فعلا متواضع ولا لا، صبور ولا لا، محب ولا لا، كريم ولا لا، عندك ايمان ولا لا. امتحانات هي اللي بتطلع الحاجات دي، انما انت يتهيأ لك انك عندك ده كله، كل ده تهيؤات. يبقى زي ما التجربة بتعرفنا ربنا وتكشف لنا ربنا، التجربة بتكشف لنا نفسنا. وهنا لو الواحد ما فهمش نفسه على فكرة ممكن يضيع. معلمنا بولس يقول في كورنثوس الثانية إذ هم يقيسون أنفسهم على أنفسهم يضلون، يعني بيحصل ضلال لما الواحد يقعد يقيس نفسه على نفسه. طب ما أنت مش هتقيس نفسك غير في التجارب. لما إبراهيم كاد يفقد ابن إسحاق ده امتحان صعب، تجربة قاسية جدا، لكن طلع فيها 10/10. ما أقصى شعوره وهو طالع مع ابنه شايل الحطب وهو عارف انه هينزل من غير ابنه، شعور صعب جدا، وهو واخدها على رجليه ومش راضي يتكلم. لكن هي دي التجربة اللي طلعته فعلا ايمانه قوي، خلته ابو الايمان في الكتاب كله. ليه؟ طلع فعلا ايمانه جبار. انما واحد زي موسى النبي الكتاب يقول عليه اكثر الناس حلما، احلم جميع البشر. طب استنى بس يا موسى، ده مش معناه انه مفيش شويه عصبيه فاضلين؟ لا لا لا، ده تربيه الغنم 40 سنه شالت كل الغضب، وتربيه اليهود 40 سنه شالت الغضب اللي باقي. يطلع الجبل وينزل ويتحمق ويتغاظ ويرزع لو حي العهد يكسر. الله، انت مش كنت فاكر انه مفيش غضب خالص؟ هلا طلع فيه شويه. عرفت اثنين ان في شويه غضب كانوا محبوسين لما جت تجربه وشفت الفساد وانا مسؤول عن شعب بيضيع، التجربه دي كشفت ان انا لسه فيه شويه غضب، كشفت ضعفي. هرجع اقول لربنا كسرت كلامك، اغلى حاجه عندي في التاريخ كسرتها يا رب، لاني لم اكن حليما كما يجب. كنت فاكر نفسي حليم جدا. مش بس التجربة بتخلينا نعرف الذات ونعرف نفسنا،
التجربة كمان بتخلينا نعرف اللي حوالينا. يعني ايه؟ يعني التجربة تكشف لك عن صدق اللي حواليك. لما الواحد يدخل في تجربة قاسية، زي ما هتعرف ربنا كويس وتعرف نفسك كويس، هتعرف الناس كويس في التجربة. هتعرف مين مخلص ومين مش مخلص، مين بتاع كلام ومين بتاع وقفات وراجل في التجربة، مين محبته أمينة ومين محبته فالصه. كل ده هيبان. التجربة بتوري لك مين اللي عنده مبادئ ومين اللي ما عندوش مبادئ. كل ده هيبان. مين اللي هيجري ويبعد عنك لأنك اتزنقت، ومين اللي هيقف جنبك حتى لو اتكلف كتير أو خسر بسببك. كل ده هيبان في التجربة. فأنت في التجربة بتعرف حاجات كتير قوي، بتعرف ربنا، بتعرف نفسك، بتعرف اللي حواليك. عشان كده التجربة ضرورية لخلاص كل واحد، مهما كان نوع، أيا كان نوع التجربة. محدش بيوصل للسماء من غير ما يعدي على الضيقة العظيمة. الضيقة العظيمة دي اضطهاد، ظلم، مرض، ضيق، فقر، مشاكل شغل، إحباطات في الحياة، في بيتك في ضيقة عظيمة، صبر على جهادك الروحي. كويس، بس كل ده، دول هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، دول اللي داخلين السماء. من الحاجات اللي التجربة تعملها كمان إنها تعدل الموازين. يعني إيه تعدل الموازين؟ في موازين كثيرة قوي مقلوبة في حياتنا. يعني مثلا قيمة الفلوس، أغلب الناس شايفة الفلوس دي حاجة غالية قوي وحاجة مهمة قوي وحاجة كبيرة قوي. الناس بتحارب بعضها عشان الفلوس، وتموت بعضها عشان الفلوس، وتخسر بعضها عشان الفلوس، وتعيش في نكد طول العمر عشان الفلوس، وكأن الفلوس دي حاجة غالية جدا. لما تيجي تجربة جديدة تلاقي على طول حصل ايه؟ الفلوس رخصت خالص. تجربة زي الحادث او المرض او الموت او السجن، او تبص تلاقي الفلوس دي نزلت من فوق ترمت على الارض. ايه قيمتها؟ ايه قيمتها لما تخسر شخص غالي عندك؟ ايه قيمتها لما يجي لك مرض ملوش علاج بالفلوس؟ ايه قيمتها لما تدخل في ضيقة وتلاقي الفلوس ما تحلش الضيقة؟ تقول انا عشت طول عمري الفلوس شغلاني قوي، وجاي على ربنا، وجاي على الصلاة، وجاي على اخواتي، وجاي على اصحابي، وجاي على نفسي، وجاي على صحتي عشان الفلوس، وطلعت ملهاش قيمة. طب ما هو ربنا بقاله طول عمرك بيقول لك الفلوس دي ما تستاهلش. تقول ما كنتش فاهم. ما كان لازم تجربة عشان تفهمك، عشان تعدل الموازين. كل اللي دخلوا في تجارب قاسية تلاقي على طول من الحاجات اللي رخصت في نظرهم خالص الفلوس. وتفضل وتبص بقى الواحد بيجري ورا الفلوس وتبص له كده تقول يعني غلبان مش دريان. لازم له تجربة عشان تفوقه. لما يدخل في تجربة هيعرف ان القرش ده ولا كان يستاهل منه ده كله. ده بركات التجربة. مش بس بتعرفك ربنا، بتعرفك نفسك، بتعرفك الصح من الغلط، قيمة الأشياء. قيمة الأشياء. مثلا قصاد كده تعرف قيمة المحبة. ممكن يجي لك تجربة مرض مثلا، وبعدين تعجز بشكل ما، وكل المصالح تقف، وكل العلاقات تبتدي تقل تقل تقل، ويفضل لك اتنين تلاتة حواليك هما دول الأمنة جدا، وتقعد تقول ده أنا زمان تلاتة أربعة دول أنا ما كنتش حاسس خالص بقيمتهم، وكنت أحيانا باجي عليهم وأظلمهم، وكنت مش مقدرهم خالص، وكنت بعتبر فلان الفلاني ده أهم وفلان الفلاني ده أهم. كل دول طلعوا أونطة. طلعت المحبة أغلى من أي حاجة، وطلعوا اللي بيحبوني دول هم ثروتي في تجربتي، إنما كل الباقيين دول أو كلام. فتعرف بقى إن إيه، يقيم الإنسان بكم يحب،
مش معلوماته ايه ولا مركزه ايه ولا فلوسه ايه ولا كلامه ايه، كل ده فلسه، كل ده اتحط جنب ميزان المحبة. تكتشف لا، هي المحبة. طب ما ربنا قاعد طول الكتاب يقول المحبة اغلى حاجة، وهي دي اللي هتدخل السماء. ولو عندك كنوز الدنيا وديتها لربنا وما فيش محبة ما تاخدش حاجة، ولو نقلت جبال بالإيمان ما تاخدش حاجة من غير محبة، ولو بتتكلم بألسنة الناس والملائكة. ما هو الكتاب قايل، تقول ما كنتش فاهم ان المحبة اغلى حاجة كده، انما لما اتجربت عرفت يعني ايه ان المحبة اغلى حاجة والفلوس ارخص حاجة. كانت محتاجة تجربة عشان تعدل الموازين. ميزان السماء والارض، كل الناس مشغولة بالارض، تلاقي السياسة وتلاقي الكورة وتلاقي الموضة وتلاقي دوشة وتلاقي الاخبار، واقل الناس اللي مشغولين بالملكوت والسماء والانجيل ولما تيجي تجربة تعمل بقى، تعدل السويتش ده، تفوق، تلاقي الارض دي ما تستاهلش خالص الاهتمام ده. ليه تديها دماغك؟ اديها عشر دماغك بس، اديها ربع دماغك ويبقى كتير عليها. انما انت مديها 9 أعشار دماغك، يمكن 99% من تفكيرك، 1% اللي بيروح في السماء، ده الموازين مقلوبة خالص. ساعة ما بتيجي تجربة تتعدل الموازين وتقول بس نروح السماء، كله يهون، بس نوصل السماء. تمشي بالطول بالعرض هتمشي، تعدي في فقر، تعدي في غنى، هتخلص، الناس تحبني، الناس تكرهني، كل ده يهون، انما في الاخر نوصل السماء. الله، الموازين اتعدلت اهي، اتعدلت الموازين، بقيت فاهم ايه اللي يستاهل ياخد عقلك وقلبك وايه اللي ما يستاهلش. الكرامة، الكرامة شغل الناس كلها برضه، كلام الناس يفرق قوي مع الناس، عاوز كل الناس تقول فيك كلمة حلوة، وممكن تعمل حاجات غلط عشان ترضي الناس، ويصعب عليك قوي لو حد قال فيك كلمة وحشة في وشك أو من وراك. ايه هو الكلام الفاضي ده؟ انت عاوز الموازين تتعدل، كلام الناس ايه قيمته؟ الناس دول كلهم هيمشوا، يجوا ايه الناس في ربنا؟ اللي هيقعد رأي ربنا ايه اللي يظبط الموازين؟ التجربة، تجربة تخليك تقول رأي ربنا ايه اللي يهمني رأي ربنا. كل الناس رأيهم النهاردة معايا بكرة عليا، موجة تطلعهم وموجة تنزلهم، ايه قيمتهم؟ وهم دول اللي هيحكموك في الاخر. انما الواحد ما يعرفش يعمل الحاجات دي من غير التجربة ساعات، لكن لما تتجرب وتتزنق وما يبقاش في حد بيسمعك غير ربنا في وقت، تقول له يا رب انا جيت عليك كتير قوي، انا اعتبرت للناس اكتر ما اعتبرت ليك كتير قوي، دلوقتي مش باقي لي غيرك، وانت المهم، انت صاحب القرار، انت صاحب الدينونة، سامحني على كل السنين اللي انشغلت فيها برأي الناس زيادة، خلي رأيك من هنا ورايح هو المهم، هو الوحيد مش المهم. ما تجيش بالسهل، تيجي بالتجربة احيانا تتعدل الموازين. قيمة الامور، قيمة التعب. ده ممكن واحد يقول ايه، انا عشت حياتي كلها بفضل الراحة، ويا ما كان قدامي فرص خدمة لمسنين والمرضى والفقراء والمعوقين والمجروحين وكنت اهرب واقول انا ناقص، ما تخليني في همي. ولما هو يتجرب يقول يا خسرت الايام اللي راحت بعيد عن الخدمة، خسارة كل فرصة خدمة راحت عليا، خسارة كل شخص كان ممكن اقف معاه واسنده وراحت الفرصة. ده اغلى حاجة الخدمة. حالا ما فهمت، اخيرا فهمت، فهم لما ايه؟ لما تجرب تجربة جديدة، عرف قيمة الوقت. الوقت اللي رايح في الدنيا ده ضايع، ده كان ممكن تعمل بيه ميراث سماوي ضخم، كان ممكن تكسب بيه رصيد عند ربنا ضخم. الواحد عمال يكنس في الارض، لا تكنزوا كنوزا على الارض، ربنا قايل الكلام ده بس ما فهمناش يا رب، ما عرفناش يا رب. يقول طب ما بدهاش، لازم تجربة. يمكن التجربة تعمل اللي معرفتوش تعملوه، التجربة تظبط الموازين اللي معرفتوش تظبطوها على كلامي. أنا علمتكم إن الموازين عندكم غلط، كنوزكم في الدنيا ما تستاهلش، في كنوز في السماء تستاهل. معرفناش، ما فهمناش، ما تعلمناش. تجربة، تيجي تجربة عشان
تقول خلاص يا رب مش عاوز حاجة في الدنيا دي، بس أوصل عنك، أوصل أنا وكل اللي حواليا. بس فين بقى لما توصل للفكرة دي؟ قيمة الوقت، قيمة الكرامة، قيمة الحب، قيمة الفلوس، قيمة المراكز، كلام الناس، كل الموازين دي الملخبطة دي في حياتنا تتعدل مع التجربة. قيمة زي قيمة الألم. يمكن أنت طول عمرك زي أي إنسان تهرب من الألم، طبيعي طبيعي، الواحد ما حدش فينا يحب الوجع. إنما يجوز في التجربة تكتشف إن الألم بيحرسك من حاجات كتير قوي، وإن الألم هو الباب الضيق اللي هيدخلك السماء، والألم هو طريقك للتوبة، وهو اللي بيشيل منك الحاجات اللي انت مش عارف تشيلها بإيدك. فبقى الألم الشيء الكريه البغيض اللي عند كل الناس مبقاش كريه وبغيض عندك. وصلت زي يعقوب تقول احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب. ليه حد يفرح في التجربة؟ ما هو اللي فهم بقى، اللي تجرب قبل كده وشاف انه قرب من ربنا كتير يقولوا ماله، لو ربنا سمح بتجارب هنقبل، لأن الألم أصبح صليب بشيله مع المسيح، أصبح إكليل في السماء، أصبح هو ده الباب الضيق اللي هدخل منه على الملكوت، خلاص نقبل على كده. آخر حاجة أختم بيها الرسالة. زي ما التجربة بتعرفك ربنا وبتعرفك نفسك وبتعرفك الناس وبتوزن معايير كتيرة قوي، أخيرا التجربة بتكشف لك رسالتك في الحياة. ساعات الواحد يكون عايش لنفسه، أو غالبا الواحد ما عايش لنفسه، عايش يشتغل ويكسب ويجيب فلوس ويربي عيال ويكبر ويجوز، وبعدين يبص ورا كده، إيه اللي أنت عملته؟ إيه اللي أنت عملته في حياتك؟ إيه قصتك؟ إيه سيرتك اللي هتسيبها؟ إيه رسالتك؟ إيه اللي أضفته في ملكوت السماوات؟ إيه اللي اديته مقابل لدم المسيح ولروح الله القدوس وللعطايا الإلهية دي كلها؟ عملت إيه في المقابل؟ تقول ما عملتش حاجة، عشت زي أي واحد. ما أنت عشت من غير رسالة. ساعات التجربة هي اللي تفوقك. في ناس كتيرة بعد التجربة انتبهوا إن الحياة دي بدون رسالة ملهاش طعم، ملهاش قيمة. الكتاب بيقول مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. تقول أنا عمري ما انتبهت إن أنا مخلوق عشان في رسالة، أنا عايش زي غيري وخلاص. إنما لما دخلت في تجربة لقيت لا، ده أنا لازم يبقى لي رسالة، أنا عايش يومين وهمشي. طب مش همشيهم وأنا صاحب رسالة، وأنا بعمل حاجة للملكوت، وأنا بقدم حاجة لربنا. ربنا يسوع يقول عننا كلنا كأولاده تابعيه، يقول كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. يعني كلنا أصحاب رسالة. كما أرسلتني أنا أرسلتهم، يعني كلنا موجودين في الدنيا دي حاملين رسالة من المسيح، رسالة حب، رسالة رحمة، رسالة كرازة بالخلاص، رسالة الملكوت، رسالة الإنجيل، كل ده مسؤوليتنا. طب الواحد غفلان عن الرسالة دي خالص، عايش في حاجة تانية. فين لما تيجي تجربة وتلاقي نفسك خلاص مثلا هتلمس الموت وهتنتهي الحياة، تبتدي الموازين تتظبط وتقول الله لو خلصت حياتي دلوقتي، طب ايه قصتي؟ ايه اللي انا عملته؟ ليه معرفتش اكون زي بوسيفين ولا ماريمينا ولا ماري جرجس الاسبوع ده كله حاجات عظيمة او شهداء كبار او الناس دي عملت حاجة، سابت رسالة. طب انا ايه رسالتي؟ ايه اللي جبته لربنا؟ ايه اللي عملته في خدمة ربنا؟ ايه اللي اضفته للناس قبل ما امشي؟ ايه اللي نشرته كحب قبل ما ارجع شويه تراب تاني؟ تجربه تفوق وتخليك تكتشف انه لازم يبقى لك رساله، والرساله دي تبتدي بالدايره الضيقه بتاعتك وتوسع حته بحته بحته لغايه ما ربنا يستخدمك. ابونا تدرس منزل كتاب جميل عن اللص اليمين لما يامر يعقوب، ويعقوب السروجي يقول عن اللص اليمين خدم سنه ساعه واحده لكنها استمرت سنوات طويلة. يعني ايه؟ يعني اللص اليمين ده اكتشف رسالته وهو بيموت.
إنما قولولي في العشرين قرن اللي فاتوا دول في مسيحي مفرحش بقصة الصليبين؟ 20 قرن الرجل ده بيخدمنا ويدينا رجاء في الملكوت، وكل ما الواحد يقع وييأس اللص اليمين ده يقول له يا عم ده أنا كنت حرامي وبموت، وهي كلمة فتحت باب السماء. طب هو ملحقش يخدم، إنما اكتشف رسالته في آخر دقايق، ورسالته اللي ما جابتش ساعة دي هي شغالة لغاية دلوقتي، لأنه وتجربة بيموت على الصليب، تجربة مش هتتفك خلاص هتنتهي بموته، ومع هذا كانت كفيلة انه يشارك في بناء الملكوت من غير ما يقصد. هو بيقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، بقى بيبني الملكوت مع المسيح، وبقى طابور طويل قدوتهم في الحياة اللص اليمين من الخطاة والفاسدين والزنا والقتلة والأشرار، حاطين اللص اليمين مثل أعلى رجائهم كده في رحمة ربنا، انه اللي رحم اللص اليمين يرحمنا. هو خدم وبقت له رسالة بالرغم ان هو ما كانش له في الحاجات دي خالص. اذا لما ربنا يسمح بتجربة عينينا بتتفتح، ده المغزى اللي انا عاوز اقوله كل الوقت ده، عينينا بتتفتح على حاجات كتير قوي. بتشوف ربنا كأنك اول مرة تشوفه، بتشوف نفسك كأنك اول مرة تشوف نفسك، بتشوف الناس كأنك اول مرة تشوف الناس، بتشوف الدنيا كأنك اول مرة تشوف الدنيا، بتشوف الرسالة المطلوبة منك وانت ما كنتش دريان ان ليك رسالة، بتشوف المعاني كلها مظبوطة بقى، الحب مكانته ايه والكرامة مكانتها ايه والفلوس مكانتها ايه، كل ده بيتظبط. ربنا يدينا نعمة ان تتفتح عينينا وندرك ما يجب ان ندركه قبل فوات الاوان. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين.